نفاجأ اليوم بأن هناك دفاع واحد الزميل محترم تيقول لك بأنها تنصبت كمطالبة بالحق المدني، وأنا كنقولها بكل صراحة ما عندوش الحق، لأن هي أول كلمة قالتها قالت لك أنا ما تعرضت لوالو، أنا ما عندي لا اغتصاب لا تحرش لا حتى شي حاجة. الفصل أو المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية كتقول لك يرجع الحق في إقامة الدعوة المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني او مادي او معنوي. السيده كتقول ما عندي تضرر، علاش تنصبات كمطالبه بالحق المدني؟ تحايل على القانون، كنضحكوا على المحكمه باش هي ما تاديش اليمين القانونيه وباش تلتزم الصمت، لان التزام الصمت حق من حقوق المطالب بالحق المدني. اذا ولينا كنجيو لهاد المحكمه كنمارسوا العبات، كنضيعوا الوقت ديال الزملاء وكنضيعوا الوقت ديال المحكمه، واهم واخطر شيء كنضيعوا الوقت ديال العداله، كنضيعوا الوقت ديال المتهم اللي عنده الحق انه يتمتع بمحاكمه عادله وفق الضمانات اللي حددها المشرع بما فيها الاسراع بالمحاكمه. ما خلاوناش والنقيب الزياني للاسف الشديد، انا كنقول دابا السميه واخا ما كنبغيش نذكر السميه، النقيب الزياني للاسف الشديد حطنا في واحد الموقف مؤسف جدا.